مقابلة خاصة مع سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية. نتحدث عن قامة اقتصادية وطنية كبيرة. أنا من الناس اللي عايشت سمو الأمير الوالد منذ الطفولة. الله يطول في عمره. سمو الأمير الوالد هو المجدد، وهو راعي النهضة القطرية الحديثة. حقل الشمال اللي يعتبر أكبر حقل غاز مفرط في العالم اكتشف سنة 71، كان صدمة شديدة عندما هم يبحثون عن البترول وحصلوا غاز، والغاز ما له قيمة ولا له أهمية ولا كان له سوق في ولا كان له سوق. تتشابه الأسماء في قطر عند العائلات إلى يمكن الرابع والخامس. فأنا فكرت، قلنا ليش ما يكون عندنا البطاقة الشخصية والرقم القومي؟ سد له يعني رمزية كبيرة بالنسبة لك محمد. تعرفنا على الموجودين وهذا، وأسسنا نادي السد سنة 69. تشاهدونها على جزئين غدا والأربعاء الساعة 10:30 مساء على قناة الريان.